السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. حافظ المنتخب الوطني على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الصادر اليوم الخميس، وجاء المنتخب الوطني في المركز 89 برصيد 1272 نقطة، واحتل المنتخب الوطني المركز 11 على مستوى قارة آسيا، جاء بعد منتخبات إيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وسوريا والصين ولبنان والإمارات وعمان، فيما حل في المركز 10 على مستوى المنتخبات العربية. وبالعودة إلى الأسبوع الماضي، حيث تعادل منتخبنا الوطني مع شقيقه الكويتي بهدفين لكل فريق في مباراة ودية دولية، وسجل أهداف منتخبنا كل من مهند علي وعلي فايز في أول مباراة تحت قيادة المدرب السلوفيني كاتانيتش. ودائما مع أخبار المنتخب، أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية أن المنتخب الوطني العراقي يكون رابع المنتخبات المشاركة في دورة الرباعية الدولية التي تستضيفها السعودية بمشاركة البرازيل والأرجنتين. وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على تويتر: دعما للكرة العراقية واحتزازا بتاريخها العريق، فسيكون العراق هو رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية التي تستضيفها المملكة بمشاركة البرازيل والأرجنتين. وكان الاتحاد العراقي أعلن رسميا موافقته المشاركة في البطولة بعد موافقة المدرب كاتانيتش، ولا سيما أنها ستنعكس بالإيجاب على أسود الرافدين نظرا للاحتكاك مع السامبا والتانجو والأخضر السعودي. ويبقى مع أخبار استعدادات منتخبنا لأمم آسيا، حيث قرر الاتحاد العراقي الموافقة على إقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني أمام منتخب بوليفيا في 15 من شهر نوفمبر تشرين الثاني الشهر 11 المقبل، ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة أمم آسيا المقررة انطلاقتها بداية العام المقبل في الإمارات. نجح فريق القوة الجوية في حصد انتصار ثمين في ميدان مضيفه الجزيرة الأردني بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهم في العاصمة الأردنية عمان ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا. سجل هدف فوز للصقور اللاعب حمادي أحمد في الدقيقة 62 يهدف الجوية فوزا مهما قبل مواجهة الأياف في كربلاء. يذكر أن نظام البطولة يتكون من مباراة ذهاب وإياب يلعب خلال النهائي بطل شرق وغرب القارة لحسم صاحب اللقب. انطلق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بموسمه الجديد 2018-2019 بمباريات الجولة الأولى الأسبوع الماضي، وشهدت الجولة الأولى نتائج متباينة، فهناك أندية أكدت علو كعبها وقوتها في التنافس على اللقب، والأخرى اهتزت في أول اختبار، والبعض الآخر لم يتضح معالم طموحاته. عليكم النتائج الكاملة للأسبوع الأول مع الترتيب العام. وفي أخبار المحترفين، على نادي الرياض الصفاقسي التونسي ضم مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين إلى صفوفه قادما من فريق النفط العراقي بعقد يصل إلى 150 ألف دولار سنويا ويمتد لمدة عام واحد قابل للتجديد.